دائما وابدا توجيهات سيد البلاد ان نسعى الى تحقيق امن الطاقة الاستراتيجي للأردن. ونحن اليوم سعداء جدا بأن نرى نتاج هذا التوجه الذي لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية والصداقة الحقيقية والأخوة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة. الشكر الموصول من الشعب الأردني كله إلى شعب الإمارات، وهذا تجسيد للعلاقة الأخوية بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. مشاريع الطاقة المتجددة التي نراها في هذا الموقع وفي مواقع أخرى كلها تأتي ضمن هذا التوجه، وإن شاء الله سترى هذه الاستراتيجية تطبيق الأجزاء الهامة منها خلال الفترة القادمة بما سينعكس إيجاباً على المستهلك الأردني وعلى المنتج الأردني.